يعني مثل الكلام الأول، هو مجرد يعني هما الاثنين متفقين. نعم سيد محمد، فقط تبادل الأدوار. نعم، هل تسمعني؟ نعم نعم الآن أستمع إليك. نعم نعم، موضوع الجنوب، هما سراج وحفتر هما متفقين، الموضوع فقط تبادل أدوار بينهما. يعني إذا نظرنا إلى القوة الثالثة، هي قوة تابعة للمجلس الرئاسي، بمعنى أن هي قوة شرعية بموجب المجلس الرئاسي أو بموجب الاتفاق، وليست بالضرورة أن تكون شرعية حقيقة، ولكن بالنسبة للسراج هي قوة تتبع له، تم الاعتداء عليها من ميليشيا خارجة عن القانون تابعة لحفتر. كان يفترض من في البداية أصدر السراج قرار بال يعني مقاومة أو بدحر هذه القوة، وعندما خرجت قوة لدحر المعتدين وكانت النتيجة يعني سريعة وواضحة، تدخل السراج لوقف هذا القتال حتى لا يخسر أو حتى لا يتم اندحار قوات حفتر من الجنوب. كانت العملية واضحة، وكان واضح جدا بأن السراج أراد من ذلك القرار هو استنزاف قوة مصراتة التي لا زالت تحافظ على قوتها حقيقة، يعني استنزافها في الجنوب كما حاولوا استنزافها في سرت، ولكن الله سبحانه وتعالى قدر أن انتصرت هذه القوات على البغاة الدواعش في ذلك الوقت. والآن بعد ما تمت تلك الحرب بوقت قياسي ولم يكن متوقع، حاولوا فتح جبهة جديدة في الجنوب، وأيضا البدايات كانت غير مبشرة للسراج، فأسرع بغلق الأموال على وزارة الدفاع حتى لا يتم دعم هذه القوة، وأصدر بيان خطير جدا وهو للمجتمع الدولي ويطلب فيه إيقاف إطلاق النار، أي إذا حاولت قوات القوة الثالثة التقدم نحو بن نايل سيتم قصفها من القوات الأجنبية. هذا من ناحية، فهي هو في نفس السياق أن حفتر والسراج يعملون يعني جاهدين بشكل متعاون جدا، وكل الديكورات الموجودة الاتفاق وغير الاتفاق ما هي إلا لي يعني الظهور الإعلامي ومحاولة تنويم الناس وتضليلهم عن الهدف الحقيقي. أيضا أريد أن أعلق يعني على مسألة بسيطة، هي استوانة ما هو الحل، يعني أي حل يتكلمون عنه الحل، يعني هل ليبيا الآن اختزلت في أسماء أشخاص يعني حفتر ولا السويحلي ولا الشيطان الرجيم ولا غيره؟ يعني ليبيا أكبر من كل هؤلاء. الآن أي شخص يسوق لحل حقيقة، يعني لحل يكون هذا الحل يعني مجرد تفصيل على أشخاص، يعني الثورة ضاعت وكل هذه التضحيات ضاعت، وليبيا أيضا ضاعت. نحن لن نسلم ليبيا من جديد لأشخاص كائنا من كان، سواء حفتر ولا غير حفتر ولا محمد دراد ولا يعني ولو كان أصدق الناس، ليبيا لن تسلم لأشخاص. نحن الآن نسعى لبناء دولة، دولة مؤسسات، دولة قانون، هذا هو الحل. أما الآن يفرض علينا هذا المجرم، هذا المعتوه حفتر، الذي يعني حتى الجرائم التي ارتكبت والتي نشاهدها الآن على وسائل الإعلام جرائم يند لها الجبين، يعني كيف سيكون هذا المجرم جزء من أي حل؟ الآن يقتلون الناس على الهوية، يقتلون الناس لمجرد الشبهة ويصورون ذلك، هذا يعني بأبشع الأوصاف. نعم. بل يسوقون هذا القتل وهذا الجرائم بمسوق ديني، يعني الآن تذكر الأحاديث والآيات القرآنية وهم يعدمون الناس بدم بارد أي كان. نحن نعم، ويكفي أنه يعني مطلوب أصلا للعدالة في ليبيا ومطلوب لدى مطلوب لدى مكتب النائب العام. أما أن يكون حفتر يسيطر. نعم. فهذا الأمر بصراحة لن يقبل ولا يستطيع أي شخص. طيب. يعني له ذرة حب لهذا الوطن وذرة يعني إيمان أن يقبل بهذا الأمر. نعم. ولذلك سيد محمد، أنا أقول مشروع حفتر مشروع منتهي، مشروع فاشل، لن يكون له وجود لا. طيب. في المنطقة الشرقية. دعني أكمل هذه الجزئية لو سمحت. فضل. أيضا المنطقة الشرقية، الكلام على أن حفتر له قاعدة شعبية وله يعني تأييد كبير في الشرق، هذه مغالطة كبيرة، بدليل حالات القبض والسجون والتعذيب الذي يوجد في أبناء المنطقة الشرقية. لا يمكن لشخص يكون له هذا التأييد
ويقوم بكل هذا القمع في المنطقة الشرقية ليس لأعداء الكرامة ولا غيره، بل أن تفتح قناة التناصح في بنغازي أو في أي منطقة في الشرقية كفيلة بأن ترميك وراء غيابات السجون، أو يأتي بك محمود الورفلي. نعم واضح جدا، ابقى معي سأعود لك ويقتلك بدم بارد. عذرا.